قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب ونسوش تديروا جيم. شوفوا معنا يا ناس ما يجرى في ديورنا. شي فرحة مهني وشي في الهم يغني داك تاني نمشي نكون نسيت الطربوش المطروز بحال المره الاخرى مشيت بداك الطربوش حالته هكاك. نشوف هذيك الكرده واش دارت ليا الغاسول. لالا نهز معاك سطول الحمامه ما تقالين عليك. ذهب ذهب سير سير تقضي حاجه لراسك الله يخصبك. انا راه نهز عشرة منك كتسمع وبلاش ندي خشاوش لراسي بلا ما تاني هاد البرقاقات الحومه يضربوني بالعين. انتبهي غير ليا انا هاي غدا والخدامه تبعها. ها عندك تنسى داكشي اللي قلت لك الحرشه والرغايف والكيكه. عندك تنسى الكيكه والعسل والزبده بلديه داكشي كله ستفق والصينيه بابا ها تكون هاكا كتلمع. واخا لالا ايوا وبقى تقول لي غير واخا لالا. ها وعندك تنسى العصير. العصير عرفتيني كنرجع من الحمام صخفقات لاني غير كوني هانية لالا. لو بقى تاني تبقى تقول لي قولي هانية وقص تلعب الله يخصبك. كندير العكاو كنولي فنة بالحق. مدلون ما جاش معايا خصني نشري واحد اخر. ايوا لالا ماكرا ليا مع راسك. ماني كي جيتك. لا خساله تبارك الله عليك خصوصا ملي كديري داك العكر. مازال خصك تشوفني وانا لابسه التكشيطه كي كتجي معايا. شتي انت عويشه غزاله واخا بهاد اللباس هذا. خصك تشوفني وانا لابسه التكشيطه. هذاك التكشيطه نتاع عمي. اشنو كدير انت هنايا؟ ها اش كندير؟ والو سولتها على امي قالت لي مشات للحمام صافي. هذاك الولد هذاك الولد عطيه البنت باتساع. مالها هاد البنت شنو درت ليها؟ افرقها عليك لا تبقى جاي غير لاصق فيها. عجيب هذاك انت شتك غير ساليتي الامتحانات وليتي شاده فيا. وانت درتي السبب الامتحانات وليتي غير جالس في الدار. ما غنديهاش عليك انا نخوي لك كاع هاد الدار هذه. واش كيبسل عليك؟ ها لا 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 ما كيبسلش عليا. حضي راسك منه خويا راه فيه التصاره. انا بعدا ما كندسوش عليا. المهم هاني علمتك ودبري راسك.
يا الحاج لاشعك صياد من البعيد مع نسيم الصبحة والشيز طالعة مع نسيم الصبحة والشيز عوكوك على الغزالة قال الزين كيتسارى في الحومة هاي 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 على قلة الحياة وقلة العراض اش هاد المسالات شاد الحمضة شاد تقالة قلت لاباس أبا الحاج عاد بوجهك صحيح كتقول لي لاباس هو هادشي غادي يوصل للحاج المكي ولد الحاج المكي فهمتي هو بزاف هاد المسالة غلي دازت كتبسلو عليها الحماضة هادي اوه بدا لنا بالزبور ديالو راه الدراري نتحركم لنا راه ينوض ماشي مشكل فهاد الدار يلا اسيدي فرقوا علي هاد الجقلة تفرقوا علي هاد الجقلة ولا راه غادي نمشي نعلم بكم ويلا يلا الدراري نشوفوا الزين في قنتخور كاينة حتى فينا هو الزين لقاو حتى مواليه وراه عندكم في الدار على ما كتهضر على داك الخدامة اللي عندكم اخويا عطي الخدامة ديالنا التيسع انا زعما غير بغيت نقول راه عمر عطي الخدامة ديالنا التيسع وا ديرها زوي هكا في ودنك يلاه يلاه نزيدو جهة البحر يلاه المهم تعال خلع شداني بلا ما تقولي لي انا كلشي ولا كيبان لي صعيب هاد المادة هادي عقدتني وليت ناسا وكنحلم بها مادام بريباغينا ما غيكون غير الخير كيف غير تمشي تتنسى ليا وضع لي كلشي ونصدق معاود العام بارك عليكم التشاؤم ونعلي الشيطان كمل كمل داكشي اللي في يديك دابا نتوما كتقرا ولا كتجمع وانت سوقك علاش كتجسس علينا انا ما كنتجسس عليك شتي انتي قراي ما تقرايش هذاك سوقك هذا وبي من عندك الغرض الفنة الغزالة عاود تاني بديتي مالك ليلى واش مابقاش كيعجبك كلامي راك ما غدي مني لا حق لا باطل راك غير كتضيع وقتك سمعتي شوف راه غير تخلي عليك البنت ولا ملي غادي تجي ماما غادي نقولها لها واشنو درت لهاد البنت يا كنهضر معاها غير فمي ايوا الهضره حتى هي راه عندها وقتها اولا ما بالكش راه حنا كنبريباريو اجي انت لهنا باين فيك ما ناويش تنجح هاد العام شوف ليلى ثقي بيا انا راه ناوي معاك المعقول وباغي نتزوج بك وثقي بيا وحدي واش كتضحكي عليا واش هو حتى الباك مازال ما خداه وكيدوي على الزواج وباز داكشي اللي بقى لك غير الزواج كلشي درتيه راه والله الا كنهضر معاك المعقوله ليلى سنة اختي دوي مع خاك راني باغي نكمل هادشي اليوم وسير سير عافاك عطينا التسع سير وانا غادي على مسمومه كي دايره اي خليني كتصنتي علينا كنت كنسمعك وانت كتخطب راه غير كنتفلى معاها واش انت داوي مع الدريه بالمعقول وكتقول لي كتفلى معاها راكي غلطه واش نضني هذيك ترضى تشوي شويه هذيك ربها تاجر كبير ما يرضاش بيا ملي انت فاهم هادشي كله علاش نثق فيها والله ما لقيت ما يدار وقلت نتفلى معاها شويه حتى انا كتفلى معايا لا لا هويشه انت حاجه اخرى انت لا تجوجت بك بعدا كنتفاهم انا وياك كتسمحي وظريفه ماشي بحال هي واش بصح باغي تجوج بيا واش عندك شك في هادشي انا ملي كنشوفك لاصق في هذيك ليله ما كيبان ليا غير كتفلى عليا بارك ما تبقاش تفكري هكا انا راه كلام واحد قلتو لك ايوا انا سيختك دابا نشوف ايوا كنبغيك حمام لالا بصحة ايوا صافي صافي هاجي حط 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 داكشي حط شتاك الصبايغ دايرة في وجهك ها شتاك الصبايغ لا والله ما دايرة شي حاجة ها انت ها ولي الله يطيرك عليا هذا عكاري هذا عكاري عكاري هذا ماشي العكار ديالك حتى انا ما عندي العكار ديالي الله يشويني فيك انت والعكار ديالك تاع عكارك لا من سمي عكار سير درقت كمارتك عليا ورصني اللي قلت لك يلا سير بيت واخا لالا بالصحة والراحة ماما الله يعطيك الصحة كي لقيتي الحمام عامر جاب الله والست طيبة خلات لي البلاصة بصحتك وراحتك الله يعطيك الصحة بغيت نقول لك شي حاجة ماما شغا تقول لي يا سان اشنا تقول لي
عارفك الا ما تبقاوش تخليو خالد بوحدو في الدار هو ديك الخدامه. سناء اش عندك بنيتي مع اخاك؟ مال خالد؟ اشنو دار تاني خالد؟ لقيتها لك يا لاله معكره لك الفم ومقاده لك الحاله وخدامه كتذكر ليا هي وياه، لعلم الله فاش كانوا كيتحتوا. شفت داكشي على عيني، شفتها معكره ومكحله المكياج ديالي هذاك، راه عكاري هذاك. وانا ما عرفتش واش العكار ديالك ولا ديالها. لا 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 لا، انا خصني ندير حل راسي، غندير ساروت لبيتي ونتهنى. واه كلشي وليت كنلقاه ناقص، العكار ناقص، الريحه ناقصه، الحاجه اللي حطيتها في بلاصتها ما كنلقاهاش الا بزاف عليا هادشي. شفتي يا ماما باش تهني بقاي فين ما مشيتي ديها معاك، وقولي لخالد ما يبقاش يهضر معاها. سناء مالك مبلوزه بنيتي؟ ليه تكبرها على ناس همي مسهمه باش نديها معايا؟ لا بالحق، لا لا، حتى خالد وليدي ضربات عوينه، ما بقاش بحال اللي كان النهار الاول. لا 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 لا، خصني نكتب له ولا ندير له شي حاجه، ولا غادي نعيط لباه يدبر المحاينه معاه. صافي، نوض نوض نوض، قول لها تسربينا تجيب لي الصينيه باش نرتاح شويه وعاد نمشي نشوف اش غندير ونكشط ونمشي للسبوع ديال بنت عمي. وعلاش ما تسنيش بابا حتى يجي وتمشي حتى انت وياه؟ مالك بليتي اليوم كتدخل وتخرج في الهضره؟ هدي معاك الخدامه، دي معاك بابا، دابا انت غتوريني شنو غندير؟ ولك حمخه ولا مالك؟ صافي ماما صافي، ما كترتي فيها هكذا، انا غدا في حالي. وانا بغيت نمشي فولونطيه ندير راسي نفوج ونضحك مع صحاباتي. علي الباب ضرب حلوله، ولي الضرب افينكو شعبة، بخلي الباب ضرب حلوله. على سلامتك بابا. الله يسلمك، بخلي الباب ضرب حلوله هكاك. ما عرفناكش وقتاش غتجي، داكشي علاش خليناها محلوله. سادين عليكم في بيوتكم وما عارفين شنو واقع في الدنيا. قل لي فين فين امك؟ على ما قلتهالكش. شنو قالت لي؟ مشات لعند بنت عملها الاسبوع. وباقي ما جات؟ مازال. ولي وذاك النزق ديال خالد فين هو؟ هذاك ملي خرج قبيله مازال ما رجعش. شنو؟ لا هذا خصني معاه شي نهار، خصني معاه شي نهار. شي قرايه ما بغى يقراها والدخول يدخل وقت ما بغى ويخرج وقت ما بغى، ماشي معقول هذا الشيء. وانت فين كنتي؟ انا؟ انا غادي نمشي نكمل حفاظتي. فين كنتي؟ انا كنت غير في الكوزينه، قالت لي لاله باش نوجد لك العشاء ومشيت نوجده. مزيان، انا سير جيبي حتى انا راه فيا الجعيل. واخا عزيزي. اسيدي ما عندي ما نسالك، تبارك الله عليك، غير هي واحد الطلب بغيت كتب لي هذا التويست ديال النهاريات. شنو هو فيهم؟ واش القديم ولا الجديد؟ سيتو بلا يونس، هذاك اللي درتي له تخفى، عرفتي هاد الدراري اقسم بالله الا غزال. يلا ديرنا نسمع هاد الغزال هذا. اسيدي قبل ما يجي الوالد. والله تيلا حشوم عليك اصاحبي، عدت القصاره. وكاين اخي عمر، الا خصنا نمشيو بحق الله. وشوف الا بغى يجلس يونس يجلس، انا خصني نمشي. خويا يونس غادي تجلس معنا. والله الا عندي شي شغيل داكشي علاش خصني نقضي. شوف شوف اسيدي، دابا جات انت الخطيبه ديالك، المره الجايه غنجيبك ان شاء الله ونجيبو الخطيبه ديالنا. ياك اخي يونس؟ كاينه. يلا نتحب غنجيبو الخطيبه ديالكم. صافي وشي ليله نيت كلمه وحده. صافي واحد الحاجه، دبر لي شي كتيب خصني ندخل به. تعرف اخويا خالد داكشي ديال الثقافه وديال الكتابه راه ما عنديش معاه. بلاتي بلاتي، عندي واحد الكتاب، المهم تقدا به وصافي. غير جيب نشوف كي غير.
عاوتاني دير. اوه هذا راه مزيان حتى هذا راه دايز راه كتعرف الوالد ما يفهم فيه والو. ايوا سيدنا ليتكم سعيده وهانتوما ان شاء الله. عليك ان شاء الله. ان شاء الله. تشاو. باي باي. عليك تشاو. السلام عليكم. تشاو. باي باي. باي. لا خدوش دابا هاد الولد هذا كيعمل اللي بغا يجي وقت ما بغا طوالو رجليه وخلاص بركة ما تبقاش كتعن فراسك شوية ودابا يجي دابا يجي دابا يجي هاد الدفاع اللي كدافع عليه هو اللي غادي يخرج عليه وصافي صافي نقص هضرة ها هو جا على السلامة فين اخويا حتى لهاد الوقيتة راه كنت مع الدراري كنراجع حتى لدابا راه هادو الامتحانات ابا راه دابا تم دراجة حتى الصباح امتحانات واش ما تساليش مع التحرميات ديالك علمك الله هذيك نعال الشيطان الحمد لله اللي غير جاني الولد بخير وعلى خير بصحته وعافيته والله امي الا كنت مع عمر كنراجع وزيدون هاد التليفون الا ما سيقتنيش دور ليه واجي نقلك بصح كنتي مع عمر حتى لهاد الوقيته اسمع وليدي يا خالد هادشي اللي عملتي اليوم ما بغيتوش يتكرر مره اخرى هاودني منك انا كنصرع منك واش حنا وليدي كنشوفو باش تشكون منك الكاينه وانت باغي تخرج على راسك والله بابا ما كنديرو شي حاجه خايبه شوف بابا شوف يا ماما انا كنصرع منكم يفرق على ديك الخدامه ها راه كيقيلي بسل عليها اش من خدامه وانت مالك ياك انت ناعسه اش ميقك هي راه خصني نقولها لهم باش نخبرهم راه انك يوميا كتقيل تبعها ها هو اللي عليا انا درتو يلا خدوج يا شوفوا لي الولد شوفي لي الولد خالد ياك وليدي شداك لشي خدامه واش انت سهمك من سهمها راه ما بيني وبينها والو امي راه كتعرفي سنة راه ديما كتزيد الحوايج يا اسمع وليدي يا خالد هي قول لي شنو باغي تعمل في هذه الحياه باغي تقرا ولا باغي تخدم ولا شنو باغي تعمل غير قول لي شنو باغي تعمل انا باغي نقرا ونقبط الباك ديالي وداك الساعه عاد غنشوف شنو غادي ندير انت تسد الباك ومنين ما جيب كتيب واحد حتى دابا في هذه الساعه وغتقبط الباك راك كتحلم راه كل واحد كيجيب كتاب وداك الساعه كنجمعوا ونقراو اه كتعملوا تعاونيه كتعاونوا ونض نض خالد نض الحبيب ديالي تنعس الله يصبحك على خير ويخليك ليا نض نض تصبحوا على خير ما كاينش اللي غادي يخرج على هذا الولد قد هاد الفشوش اللي كتعملوا له خلاص المكي انا ما نفشه ما نفخه شعرتي اش غادي دير دبر لمحاينك انت وياه دائما كتقولي هذا الكلام دائما وما كتعملش بهذا شوف ها والليل هذا ما غنديرش فيك راسي يصبح ويفتح ها مضن راسك انت ما تنعس نعس واللي بقى لي النعس شحال ماما قالت لك ما تبقاش تدوق بحال هكا انت دابا صدعتيهم وغيبداو يغوتوا عليا انا صافي دابا في الباب القاتين ياك هادي صباح الخير با صباح الخير با صباح الخير فين هما دابا باقي ناعسين ولا راه في العربيه اللي كيفيقوا بكري حنا في المدينه ما كيفيقوا حتى كيطلع النهار وزيد الموضه راه غير بيا والشمعي فين هاد الحاج المكي فين الحاج المكي وين الحاج المكي الحاج المكي الحاج المكي وين الحاج المكي الحاج المكي شبيني وبينك اخويا ما جيب هيكني بعاد الصباح ومفيقني انا جيت مفيقك بخير باش من الهوا ديال الصباح الحاج انت ما جاي على الفلوس انا نجيب لك الفلوس ورجع منين جيتي الحاج الحاج انا ما بيناتناش الفلوس انا جاي باش نحيي معاك سلسله الرحيم هكاك الفرادي تدير عليه رفيسه شد هذه يا فروجك واش انت عندك شي عقل ولا ما عندك شي على ود هذا الشيء جاي مهجني مع النبوري الحاج وانا كنقرب منك وانت كتجري عليا قول لي كدير واحد الحاجه لاباس داير كلشي بخير تانا تانا مالي الخيمه كلهم بخير عين قزو الحاج عندي واحد البنيه كبرت وغادي نجيبها تاهي تخدم عندك لا 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 بارك عليا انا دير اللي عندي اسمح لي قال الحاج والله الا عزيز عليا حق الله العظيم الا عزيز عليا قول لي دابا هير شنو بغيت باغي والو باغي غير نفطر هاي تفطر جلس جلس عويشة وعويشة عويشة تكلمي العم وتشوفي اش بغا نعم اسيد الحاج وجدي باقي الفطور راه مشي يكمل النعاس بلاتي بلاتي الحاج ما غنقول معاك حيدي عندي هادشي دير الكوزينة الحاج شنو الحاج
ما عرفتيش دير. الصباح ونسيت الصباح دابا وباقي باقي الناس. الي مصيبه هادي، واش عندك شي عقل؟ كتحس معايا على العاسي؟ جلس فطر ومن بعد خرج على الطريق. واخا سي الحاج. يلاه جلس. واخا سي الناس. سد الناس. وعويشه عويشه. نعم. وجدتي الفطور ولا ما؟ انا غنوجدو لك. بركي 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 نسول لك بركي. قولي يا بنيتي. قولي يا بنيتي. كي دايرين معاك هاد الناس مهلين فهاد شويه؟ هما في الحقيقه مهلين فيا. غير هاد الماما ملي تبغيتش عندي وما تبقاش تجيني الولد بهاد الحاله. ابنيتي راه حنا غير دراوش اللي لبسناها تجي معانا. انت هي اللي خصك تهلاي في راسك اللي باقه صغيره. هاجر لك ابنيتي الا قلنا اليوم زيد لنا شويه في الشهريه. با بلا ما تهضر مع الحاج على قبل الزياده. هاد الايام عنده الحركه عيانه. ياك وانا بدلك مطبرو ياك عندي البقر غير لاوي ودني في الخيمه. شوف يا بنيتي راه الجفاف هذا وهادي عامين الشتا ما صبات وخوتك عايشين غير بالحرفي. المهم انا قلتها لك بلا ما تدو معاه على قبل الزياده. ايوا دابا ظهرلك دابا هاد الفلوس اللي خدامه بهم انت مطفرينو بهم ياك. الناس راه خدامين ب 20 ب 30 الف ريال الشهر. با واش السيد نضيعك فلوسك؟ ياك الثمن اللي درتي معاه كيعطيه ليك. هي عندك الحق ولكن هادشي راه الله ما قادناش بنيتي. عند الله معايش بيه امك وخوتك. شوف يا بنيتي غيقضي لي شي حاجه من ناكل. انا الكار ساسني وغنمشي ندوز عند واحد السيد ناكل عندو شي فرانكات وندوز عند الحاج من اللي فيق تا هو ندوز عندو الحانوت باش ناكل عندو شي فلوس. واخا الوالد الله سيري الله يرضي عليك بنيتي. قل لي اخي علاش بغاك با تعويشه على الصباح؟ لا راه ما جيب فروش في يدي وقال لك حنا نوض الحلول وباب الدار. علاش تكبروا؟ ومالو حماق اللي جاي عند البوري؟ انا والله الا خلعني خلعني. ها هاد المرة هضر معاه دور فيه وقف معاه وقفة صحيحة. لا تكبروا. اش بيني وبينو يا لالا هو عام بحال صمصم القمقم. ولاش بغاك؟ علاش بغاني؟ على الفلوس. وفينا هو دابا؟ فلس له العينين. قال لك مشى يعمل شي دويرة في الزنقة. ها هاد المرة تصرع عليه. هضر معاه هضرة صحيحة. قل له ما يبقاش يقبل عليا على الصباح حتى العشية عاد يجي. ماما ماما فرحوا راني نجحت. دخلت عليك بالله ومباركوا مسعود. هنية هنية عليك ومباركوا مسعود ومباركوا مسعود. أنا اللي عليها متي الصباح بكري وخرجتي هي عرفتهم غيعلقوا النتيجة اليوم. علقوها البارح بالليل. إيوا على سلامتكم ومباركوا مسعود. الله يبارك فيك يا بابا. يا سناء غندير لك واحد الحفله واحد الحفله وغزاله بالتعارج والصغار يتوصلوا وسلام ياك. اييه وسيري فيقي ذاك الولد بعدها. سيري اللي ضربها من عساه حتى لدابا. ايوا الله ينعس الشيطان. اشنو كاين؟ شنو كاين؟ مالكم على هاد الصداع؟ ها راه الصباح هذا. قول لاختك مبارك مسعود راه نجحات. صافي الصداع كله على هاد الشيء. ايوا لالا مبارك مسعود الله يبارك فيك. ايوا هي نجحات وانت شنو درتي؟ وحنا باقي ما خرجتنا النتيجه. عندك غير تكون خديتيهم مخبي علينا. اش من مخبي عليكم؟ وزيدوا انا درت جهدي والباقي على الله. واش اللي كيدخل مع 12 الليل غادي ينجح؟ ها هي بدات كتجبني. شد عليا با. خلي اختك فرحانه بالنجاح ديالها. شوف حتى انت شوف النتيجه ديالك شنو عملتي في ذاك القريه. اوكي ودرد ويلي استغفر الله العظيم. عيشة عيشة. نعم لالا. شنو خاصك؟ سر شوف شكون يمكن راه باك جا. واخا لالا. وعلى باش عرفتي؟ ما جا مع الصباح وقال لك راه مشى خرجي يعمل شي دوره في الزنقه. انا الزنقه كي داير؟ سيدي خالد هذا راه عمر صاحبك كيتسنى فيك. عمر؟ شنو عمر؟ انا غنمشي نشوفو ونجي. بابا كون غير درتي ليه التكوين المهني ولا ديتيه معاك الحانوت تاع الملعب. هذاك بنيتي راسو قاصح شي قرايه ما نفع فيها وشي خدمه ما غادي نلعب شي فيها والحانوت راه قدامه شكون اللي شدها عليه؟ المكين على الشيطان. مالك سيدي انت في عار الله؟ لاش بغاك عمر؟ لاش يبغيني؟ عاوتاني ديك الاساتذه تجمعوا عليا وسقطوني. ها اللي قلت لكم يا قلت لكم هذا الولد ما فيه فايده. المكي الله يخليك بركه. الله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسباب. هذاك الولد من عار اللي تزاد هو ما عنده زهر. الله امي الا درت فوق مجهودي غير هما ديما ضدي. شبيه مجهود عملتي وبقى عندك الوجه اللي تكلم. انا حتى لا نبقى لك عايش لك الا ما قلتش شنو غتعمل في هاد الدنيا. قول لي هي شنو غتعمل في هاد الدنيا.
المكي صلي على النبي. اللهم صل على الحبيب وسلم. شوف ابا راه لي طرطرا ولكن العام الجاي نجيبها مفهوم السبع ان شاء الله. فرحني غير مره واحده في الحياه مع اختك غير مره واحده. المكي المكي برد على الشيطان الله يهديك. سير 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 سيدي تغسل وجهك واجي جلس حدايا تفطر انت في عار الله وما تبقاش تعن راسك. شنو انا لا ما فاطرش كاع لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يغصبك انت وانت لالا وانت الحبيبه ديالي. فطري وفطري شتك مسقومه. انا غادي نفرق معاك الفرحه. غادي نمشي نشوف داك الكرده الصقعه شنو كدير في الكوزينه. اش بعدا واحد صاحبتك ليلى ما شنو تكون دارت في امتحانات الجروب ديالهم مازال ما عنقولهم بالحق غير غادي تشوف النتيجه وغادي تجي لعندي. وشوف الله يرضي عليك عندك تنسي داكشي اللي قلت لك. اشنو قلتي لي؟ هيا نسات عاوتاني. يا قلت لك ملي تجي قولي لها راه بغيت نتزوج بها. واش كتهضر بالمعقول؟ انت ملي طفرتي حتى قرايتك باقا لك غير الزواج. يا كنت رفيقتي شحال كنبغيها. بارك بارك من الهضره خود تفطر. باينه هي اللي جات. انا نوض نحليها. غير جلست تفطر على خاطرك. عاد تعمي ديغتي وانا غنطيب الفرحه عرفتي شنو دخلت لي ماتيغ دمونسيون. وهنيه عليك. اجي بعدا ديك صفاء صاحبتنا شنو دارت؟ مسكينه ما نشحات ضيعت على ماتيغ. قرات فيا فطرتي ولا مازال؟ مازال انا ملي فقت وانا كندور من النتيجه لعندك. ويلا نفطر باش نمشيو عند صحاباتنا. ويلا زيد. هاي 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 جاي نشطة ليا مع راسك. صباح الخير. نجحتي؟ نجحت اسيدي. وانت اش درتي؟ اشنو درت؟ انا راه ما عندي زهر من الاول العام وطحت فواحد الاستاذ معكس شفت معايا الزكر حتى الاخر. انت احسن لك سير دير غير تكوي المهني اللي يصلح لك. داكشي اللي غندير نيت. بارك عليك من الهضره وخذي تفطري راه عاد خصنا نمشيو عند صحاباتنا. راه نمشي معاكم. ها سير قضي حاجه لراسك راه بابا باغيك في الحانوت ديالو. ليلى غدا غندير لك واحد الحفله واعره غادي كاع على صحاباتك. حنا نشوفو سيدي. انا عاوتاني هي مو ما كايناش. خلعتيني. لا ما كايناش. مشات عند لاله حليمه. ايوا هادي هي المناسبه باش نهضر معاك. فاش بغيت تهضر معايا؟ شوف انا وصحابي دايرين شي حفله وبغيتك تمشي معايا غدا باش تفوجي شويه على راسك. وقتاش غتكون؟ غدا ان شاء الله. بصح ولكن مالك ما نقدرش نمشي معاك. علاش؟ لانها ما تخلينيش نمشي. ماشي سوقك هي راه مسافره هي وبا غدا. ايوا اختك راه غتكون هنايا. حتى هي ضربي على حسابي غنخليوها تتنعس ونمشيو. وعلى هادشي غيكون بالليل؟ معلوم بالليل على عمرك شتي شي حفله بالنهار؟ الحقيقه والله الا فرحتيني. صافي عندك تقولها لشي حد. اولا انا نقولها لشي حد باش امك تسيق الخبر وتخرجني من هنا. دابا تفهمنا غدا غير نجي نلقاك واجده باش نمشيو. في الحقيقه والله الا حتى انا باغي نفوج. شوف معلوم غادي تفوج غدا غتكون الموسيقى والدراري كيشطحوا وكينشطوا ويكونوا الضواو وغيكون سمير وسهال والبنات وكلهم غاديين. غادي تفوج ديال الحويجات ديال الصفا. الكره صفا صفا الملاعب والبدايه. ولا الصفا والله اش كنسمع؟ علاش هاد الصفر فين غتسافر ثاني؟ غادي نمشي للدار البيضاء نجيب السلعه. دابا الصيف كيكثروا العلاسات والحفلات خصني السلعه. ايوا نمشي معاك. كيفاش تمشي معايا؟ اي نمشي معاك. دوزني عند اختي الباتون نشوفها ونقيل معاها وانت سير قضي شغالك وملي تسالي رجع ليا. شنو فيها هادي؟ شتك ما كتفكر اختك حتى كنكون غادي انا غادي للدار البيضاء. وخلاص المكي عافاك ديني معاك لا تردها لي شي فوجي بحال ديما. يا لالا بحال ديما غادي نديك معايا. لالا كوني هنا وكنا غنمشيو مع النبوري. واخا سيدي نوجد حوايجي حتى قبل النبوري. الحمد لله اللي قبلتي ليا. رجلي على رجليك. يا صافي لالا رجلي على رجليك. غادي نديك بحال الكارد كور ديالي مونشيري قاي على خاطرك. خالد شوف معايا غدا غادي تمشي للحدث لان داك الخدام
ما نبقوش متكلين عليه. هل انت صافي؟ نويتي تسافر؟ غدا غادي نسافر انا وامك، وانت غادي تمشي للحانوت لان داك الخدام فيه الغش، تعلم الصنعه، ما جابش الله في القرايه تعلم نبيع عشره. انا با داك الصنعه راه ما كنبغيهاش وما عمرها غتدخل لي للراس. الا ما دخلت لك راسك دابا غدا غادي تولي عزيزه عليك وتفهمها وتدخل لك راسك. وهي دابا بغيتي تبزز عليا شي حاجه ما كنفهمهاش. غادي تفهمها بغيتي او كرهتي، فهمتيني؟ ما تشرطش عليا، ما جابش الله في القرايه، عمل لي بيع عشره، غدا غادي تمشي للحانوت وفضي نهار. انا غنمشي لهاد الحانوت شوف هاد البيع والشراء ديالك. عمر اهلا. غتكون في البيت؟ لا، غدا غادي يكون عندي شي شغيل مع الوالده. بغيتك اخويا تعطيني السيرو ديال البيت ونمشي نرتاح فيه شويه. ما كاين مشكل، اشوف بحال العاده غنسالي غنجيبو لك. وليني رد بالك راك من الصداع حظي. عمر واش ما دايرش فيه الثقه؟ شي مشكل ثقه صاحبي، انت عارف غير الجيران كيتشكاو ما تجهدش الموسيقى. شوف اسيدي كون هنا، انا غنمشي بوحدي باش ارتاح، ما عندي ما ندير الموسيقى. هاك سؤال، شوف مين سالي فين دوزو لك؟ صافي دوز عندي الخدمه. شكرا با عمر. صافي خلص معك هاد القهوه. سنة 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 مشات عند صاحبتها دي من حفلة النجاح. وقتاش مشاو؟ هادي شي ساعة. راه في الصالح ديالنا هاد الحفلة، شتيش غديري؟ سيري حيدي لي هاد الحوايج وديري لي داك العكر المعتبر ديالك ويلا باش نخرجو. بصح نخرجو معلوم يا كلشي خرج، علاش غنبقاو حنا هنا؟ لكن ما عندي ما نلبس. لا لا طلعي لماريو دمي وخذي اللي عجبك. مري تمك بغيتي لالا خدوش حصلني ودير لي حاله. ماشي سوقك، لبسي اللي عجبك ومي تجي نتفاهم معها. انا بعدا غنلبس واحد القفطان ديما كنتشهل لبسو. شوف لالا لبسي اللي عجبك غير يالله باش ما تعطلوش. صافي واجده عاتي تعطلتي عليا كنعينك غير نتيا. ايوا يلا راه مشى الحال، غادي يكونوا كيتسناو فينا غير حنا. عاتي فين دايرينها؟ عند هدى. الله يا اختي بعدا طار عندهم كبيره وفنه، اليوم غادي نتوسعوا فيها. اجيو بعدا جمعتوا الفلوس كلشي عطا حقه؟ غير كوني هانيه كلهم عطاو وشراو كلشي وما بقى خص والو. ويلا سربي مشيو راه حنا تعطلنا. دون بال فين هما صحابك اللي قلتي ليا؟ هما واحد شويه وصلوا خليتهم جايين في الطريق. كي جاك البيت؟ في الحقيقه زوينه منظم. وراه هنا فين كندوز الحفله ديالي. هي مولف كتجي هنا ديما مره ملي كنبغي نشطنوا صحابي كنجمعوا هنا. ايوا جلسي. لا غير خليني واقفه. جلسي كاك خليني واقفه. واش عرفتي بعدك علاش جبتك لهنا؟ علاش جبتيني هنا؟ باش لالا نعبر لك على داك الشيء كنحس به بجيتك. بصح حتى انا ديما كنبغي نقول لك داكشي اللي كنحس بيه. ايوا هادي هي المناسبه، يلا قول. كنبغي نقول لك بانني كنبغيك. حتى انا بغيت نقول لك بلي كتعجبني بشحال هادي، ظريفه وحنينه وحادقه. بارك الله فيك. ودابا خلينا مع الهضره هادي، اشنو تشربي؟ قهوه ولا اتاي؟ ما عندكش الزهر؟ كاين عصير ولا موناضه؟ نشرب عصير. ايوا انا نوض نجيبولك دقيقه وناجي. Thank you.
هانتي ها هو لالا العصير ومن فوق داك الشيء مبرد. انت ما غتشربش؟ ها ولكن شت صحابك باقي ما جاوش. ماشي مشكل ها هما غايجيو. اجي جلسي حدايا. لا لا غير خليني انا هنا وبقى تما. الهبيله واش عرفتي علاش قلت لك اجي جلسي حدايا؟ باش نهضروا في المستقبل ديالنا. يلا شربي ولا شتي شنو ديري؟ ديري بحالي هانتي. واحد جوج ثلاثه. شفت مذاقه في شكل راه قلت لك ديال الخارج. صحابك باقي ما جاوش. انا ما كرهتش نبقى غير انا وياك باش نهضروا مزيان. ولكن قلت لي باننا غنجيو مجموعين وغننشطوا. الا كان غير على النشاط انا غندير لك ديك الموسيقى اللي كتعجبك. دير لي ديك الموسيقى اللي كتعجبني ولكن تشطحي لي داك الشطيح اللي كديري في الدار. قبل ما تشطحي كملي داك الكاس ديالك. ونوضي تشطحي كامل. كنحس بسيط رخيط أوفي. أنت كتقل عليا. لا 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 أنت كدير هذه غير سبة. مش كتهضري لي فهادشي الخاوي. لا ما غاديش انت تقول لي اش توقع ليا. انا راه غادي نشوفك. حرام عليك حرام عليك حرام عليك. شنو غادي ندير دابا؟ بلاش هادي غير خلعها. ايوا لابسه لي القفطان وقاده لي الشعر. فين كنتي يا لالا؟ وانت فين ديتي البنت؟ ديتها لواحد عيد ميلاد صاحبي. كيفاش؟
والو لقيتها جالسه بوحديتها قلت نتي تفوج شويه مسكينه اللهم هكا ولا تقدر توليكم هنا. ايوا زوينه هادي وانت علاش مشيتي معاه؟ انا ما درت والو هو اللي داني لا قالك يلا وانت تمشي ما درت والو ما درتش حاجه ما كي كتبكي يا كما اش اش يا كما هاي بدات تدخل لي فشي حوايج عاوتاني ولا شنو وقع؟ لا ما وقع والو ما وقع والو هو سير 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 جوا داك القشطان لا تجي ماما دير لك نهار ما بحالو نهار وانت حتى يجي بابا وغادي نقولها له والله الا حشومه عليك هادشي اللي درتي ليا اللي سمعك مع قول شنو درت انا بغيت غير نعرف علاش ديتيها معاك انت عندك شي حاجه في هذا الراس قلت لك راه كانت جالسه بوحديتها وديتها باش تفوش شويه لا 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 عينك فيهم الخضر شوف سدي فمك ما تبقاش تهضري معايا بحال هكا انا ماشي دري صغير خليني نبدا نحترمك واخا سيدي يصبح ويفتح ليه مش عندك ديري ويلا كنت باقا باغي نجلس مع اختي الباتور ياك اجي انت يا بعدا فين كنتوا البارح في الليل اللي كله التليفون كيسرسر وما ما كيجاوب حتى حد لا 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 ما سمعتوش انا كنت ناعسه عجب التليفون ساعه هو كيضرب وما كاينش اللي يجاوب لا انت لا سهلا لا خالد والله الا لا طيحت فيا النص ملي قلتي لي راه التليفون كيسرسر وما كاين حد في الدار لا هادو ما كانوش هنا على بول وصومك اللي التليفون كيضرب ساعة وما كاينش اللي يجاوب ها بنتي هادي اللي عندي فيها الثقة وغتقول لي الحقيقة جلس صباح الخير عليكم صباح الخير مالكم مالكم نتوما اللي الكل حنا كنضربكم التليفون وما كاينش اللي يجاوب ايوا راه ما كان حد في الدار على فين كنتوا بالسلامة انا كنت في الحفلة النجاح اللي دايرينها صحاباتي وخالد فين كان وخالد دالك للعويشة ومشى قصر عند صاحبه عمر حتى نص الليل عاد جاو اويلي استغفر الله العظيم ولدي ولدي خالد مع عويشة خدامه ونزيدك مشات لابسه القفطان ديالك الموف ويلي استغفر الله العظيم تلات بيا ليام حتى ولات الخدامه تلبس لي قفاطني غير انا خرجت وهي دارت هي ما بغات ماشي هي بعدها حتى ولدك فين هو بعدا راه باقي ناعس خالد خالد مكي؟ آه. على هكا الناس كيفيقوا ولادهم سدي خالد يا سدي خالد نوض با حبيبي نوض بركة عليك اجي تفطر اوه خليوني نعس راه باقي الحزامة اجي انت يا ديك الصقعه النقعه فين ديتي ليا الولد البارح اه ماشي انا هو اللي هضري يا هاد المصيبه ما تبقاش تفتي هو اللي عبدوا عليه صحابو وداني معاه داك معاه هكيني منين ولاين ها اشنو كتجي في السعد مراته خطيبته بنت عمو اش كتجي بالحق الفلطه ماشي ديالك ديال ولدي ديال ولدي حبيبي اللي كبر لك الشان وداك معاه ولبسك خفطاني وعلاش مشيتي معاه علاش ما هو السيد اللي بقى يزاوق فيا وقلت ما فيها باس كيفاش ما فيها باس وفين مشيت فين هو بعد خالد خالد اجي لهنا اجي لهنا اجي لهنا وحشوم عليكم واش على طول هادي نتوما فيقني هاد الصباح ياك خالد ياك هذا هو المضمون فيك ياك طيحتي براسك وطيحتي بيا وخرجتي الخدامه معاك راه ما فيها والو امي كيفاش ما فيها والو فين عمرك شتي ولد مول الدار ولد الهمه والشان يخرج الخدامه معاه وعلاش مشيتي معاه علاش ما هو بقى اللي بقى كيرغب ويزوق فيا وقلت ما فيها بس ومشيت معاه كيفاش ما فيها بس وفين مشيتو فين كنا عند عمر صاحبي تبع الحفله ديال السقوط يلا جمعي حوايجك والله يهنيك الله يلا حرام عليكم على الاقل ما اي حاجه تخرجوني سكتينا فلوسك راه عطيناهم الباك الله يهنيك يلا 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 جمعي عليا قلعك حوايجك وشراوتك وزيد عليا خلفه الله يلا حرام عليكم حرام عليكم الله يهنيك شو مالكم وراه ما دارش علاش يديروا لي هادشي هذا ياك سمعت غتمشي للحانوت انا هذاك المهنه راه بغاش تدخل لي للراس كون قريتي كون هاد المهنة كامل قول كتمشي تعملها قول بغيتي ديرني ضحكة مع ولاد الدرب وصافي كيفاش واشنو غادي يعيطوا لي خالد البيع وشراك
شنو بغيتي يعيطولك؟ خالد الدكتور ولا خالد الانجينيور؟ الحانوت هي اخر شانس بالنسبه لك. فكي تيتوا مدام ما كان تيتوا شيء. شنو بغيتي يا عزيز؟ بغيت ندوى معاك. سبقيني لي انا نلحق عليك. واخا اش باغا تابعني حتى للحانوت؟ حرام على لالا اللي خرجتني من الدار. وانا مالي؟ راك انت السبب. كيفاش انا السبب؟ نسيت داك الكلام، الكلام اللي كنتي كتقول ليا كنبغيك وغنتزوج بيك. واه في الحقيقه انا كنت كنبغيك، ولكن فاش كنتي معنا في الدار؟ قولي ديك الساعه كنتي كتكذب عليا. دابا بدينا في الخرايف ياك. دابا عاد باش كنت كنخاف فيك. اسمع سيدي، يا غتحل معايا هاد المشكل ولا غندير السبع في ودني ونجمع لك عباد الله. اش دانا جمعينا عاجيني عباد الله؟ قولي ليا هادشي هذا كله شنو باغا من عندي؟ دابا لقيتيني بنت عائله ضعيفه وكتضحك عليا. انا ما بيني وبينك والو، خرجتك من الدار بينك وبينها. ولكن راه كاينه شي حاجه كبر من الدار وانت عارفها. اشنو عاوتاني؟ شرف فين ضيعتيه؟ شوف انا ما درت لك والو، غير غتحل المشكل بيني وبينك ولا غتوصل للوالد. الوالد؟ اش جاب الوالد الهضره عاوتاني؟ انت عارف واش يقدر يدير. انا ما درت لك والو ياك، وبقى عندك غلط بيا ياك. والله انك تصحى وملي جي تفهموا معاه. ديري اللي بغيتي واللي في جهدك ديريه. غادي يعمر الخدامه وما يجي منها. غدراتني يعطيها ربي غدره في صحتها. ولكني بنت الحرام شغل كان عندها ما عندي ما نقول، متقون في الحق على فعيلها غير بنقص منها ومشغلها. واهدا عليا ولا واخدوج لا واه، راه شويه من الحنه وشويه من رطوبه اليدين. ويلي ايوا ملي كتجي عندي شي خدامه كننسى راسي، كندير رجل على رجل وكنجلس كنحكم وكنهي، وملي كتمشي انا اللي كنوحل كنولي كندور في الدار بحال الحمقى بحال البرانيه ما كنعرف ما ندير. ويلي ماما خلعتيني يا سناء، خلاص غتكملي انت على ما بيا. ايوا شفتك كتهضري بوحدك بحال الحمقى. ايوا من حكلي، ما شتيني من الصباح وانا غرقه، ما شتيني شي، كلشي مني، مني تصبين، مني مصلوح، مني طياب عجينات صواب الدار، من عالي مشات الخدامه وانا حيره. انت اللي تسرعتي وصفتيها. ايوا هذيك غير ما فيها ما تبقى. ويلي استغفر الله العظيم، ولات مالكاني انا، لا مالكاني في كلشي، مالكاني في حوايجي، في عكاكري، في كحاولي، في روايحي، في صبابطي، لا بزاف هاد الشي، غير تمشي ما عندي ما ندير بيها. أجي لالا أجي أجي، وانتي يا لالتهم، أش جالسة كديري اللي ما تعاونيني شي؟ أه؟ نهار وما طال وانتي في هاد الكتوبة كتشوفي فيهم، أه؟ غير مسمية عندي البنت بلا بنت. لا 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 ماما شوفي، أنا ما يمكن لياش، خاصني نقرا باش نضمن مستقبلي. واخا، أنا معاك. قراي باش تضمني مستقبلك، ولاني لا سناء الا ايوا غدا وبعد غدا تمشي عند الراجل، اش غتقول له؟ غتقول له راني كنت كنقرا باش نضمن مستقبلي. واسمحي ليا سمحي ليا، خصك تعاونيني على بيد ما ندبروا على خدامه اخرى. انا غير نسالي الامتحانات ونمشي نجيب لك عويجه، نمشي لحتى لدارهم ونجيبها. الا وياك ديريها، الا درتيها راه غادي يكون معاك نهار. صافي غير خليني، إلا طلقتيها لا توريها دار باها،
انا غرقه في محيني حتى نجيب خدام اخرى. والله الا بقيتي فيا ماما قراري نعلق لك هاد الحوايج. ايوا صافي شلاش غادي ديري غتعلقي لي الحوايج وهاك وقيل حتى الحوايج راه ما كتعرفش تعلقهم وسالي تبعيني للكوزينه. واخا ماما ما يكون غير خاطرك. الله يا ربي ها ما درا قالت لك شي حاجه؟ والو يا دريس الدريه راه ما قالت لي والو عطيها غير لبكة عيات ما نسول فيها ولا بغات تقول لي شي حاجه. لا 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 الدريه عندها شي مشكله خايبه اللي عطيها اللبكه والسكوت. هذاك الشيء اللي قلت وعلاش ما بغات تقول لي والو؟ شوف غير سكتي حنا غندخلوا دابا نسولوها ما نخليوهاش غير تبكي تطرى لها شي مصيبه. تبعيني. يا الله السلامة. شتكراش قالك هي ولفتي الخدمة في الحانوت؟ هو شوية وكان بيني وبينك وليت كنبغي ديك الحرفة. وكل شي كان كيقولها لك كانوا عارفينك ما عندك ما تدير بالقراية حيت أنا ما كنتش كنعرف ديك الحرفة ديال البوفيه النشاط. وهانتي سمعي خويك اليوم لالا بعدك الجوج خوي تماس وقرميط خليت با غادي يطير بالفرحة. أيوا ما عندي ما يتسالك أنت راسك ديال الصنعة ماشي ديال القراية غير كنتي مبززها عليك وخلاص. انا عرفت بلي ان التجاره شي حاجه كبيره واكتشفت واحد الحاجه بلي الانسان ما يحكم على شي حاجه تجربه. ايوا سيدي هنيه علينا ها انت دابا وليتي راجل ويتكل عليك الواحد. ومن اختي انت حكم عليا هكا علاش ما تهضرش ليا مع داك صاحبتك ليلى؟ غتندمني على جوج كلمات اللي قلت لك. واخ غير تقاد لي امورك وانا نهضر لك معاها. ايوا دابا فين سالتها؟ والو غير واحد الفوتوكوبي ونرجع. ما تعطليش راه باقي باغي نهضر معاك. واخ ما تخافش. يلا هنيتي وعجبوهم نتفاهموا معاهم. حياني يا دريس اخويا واش انت غتكد عليهم؟ انا شنو ما نكدش عليهم اش غيكونوا بهم كاع؟ تبارك من الغوات واش ممكن تدير تاخذ حق بنتك؟ حق بنتي غناخذو بيديك والله يا بوه اللي بقات فيه. انا على الشيطان عا قول لي بعدا واش انت عندك شهدهم؟ مالهم اش غيكونوا اللي ما نكدش عليهم اش غيكونوا هما كاع؟ تبارك من الغوات واش ممكن تدير تاخذ حق بنتك؟ حق بنتي غناخذو بيديك والله يا بوه اللي بقات فيه. انا على الشيطان عا قول لي بعدا واش انت عندك شهدهم؟ مالهم ما قالت لي غير بنتي حقر عليها زعما ما عندها حباب ما عندها تصيله مقطوعه من الشجره والله يا بابا تنخرج معاها للجورنال. وكون بعقلك اكون بعقلك راه المخزن كاين في البلاد. انت اللي ما عندكش العقل عباد الله واش عندنا فلوس المخزن؟ عندنا باش نديروا محامي؟ عندنا باش نتبعوا الدعوه؟ اي يا سيدي نبيعوا اللي عندنا ونتبعوا باباهم في المخزن. شي منك زيد عاود هذيك الساعه اللي خدتك من الدار تما خطيو ديروا متحمر وبغاو تهجموا عباد الله باش يعرفوا واش طار. رجعنا ما كان حتى واحد في الدار وبالصباح ما بغى يسمع ليا. الناس كانوا ولا 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 معايا دابا عندهم واش فهموا معاه بقيت باغا نجيب عندي ما باغا نسمع. علاش 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 او سناء جابك الله اختي الله يرضي عليك لما هضري لي مع صاحبتك ليلى. انا دابا خدام على راسي ها بيني وبينك بغيت نجمع راسي وندير داري شتي داك صاحبتك ليلى كتعجبني بزاف. سير تقضي حاجه على راسك تتعجبها انت بعدا. واش سولتيها بعدا واش كنعجبها ولا لا؟ بغيتك تقنعيها ليا. واش بصح باغي تزوج بها ولا غير بانت لك فيها؟ واش هادشي فيه التفليه سناء؟ ايوا وتشاورتي مع ماما وبابا؟ لا انا راه راجل وخدام على راسي. عمرك سمعتي شي راجل كيشاور باه امه؟ راه من الاداب وراك غير خدام عند بابا ما تنساش راسك. ما يكون غير خاطرك غنشاورهم ولكن تقنعيها ليا. عرفت شنو غنديرو؟ غادي نتلاقاوها انا وياك وهذيك الساعه قول لها هادشي اللي باغي. وحتى هذا نظر غدا في العشيه نتلاقاو في قهوه البازار راه قريبه للحانوت غنغفل با ونجي عندكم. صافي انا غدا غادي ندوز لعندها ويلا ما كان عندها والو غادي نتلاقاوها. غنتكل عليك اختي سناء غير يكون هاني وانا مشيت للحانوت.
ماما ياك قلت لك خلي لي دوك الحوايج حتى نطويهم انا. الله يغصبك تنطويهم انا. سمع لالا راني عييت تهديت من نهار اللي مشات هذيك الكرداسه نص بلاصه وانا هزه حمل الدار كله على كتافي. ورحموني يا لالا رحموني راني غير بنادم دم ولحم. شوش غديروا ليا سل عند باك واتفق انت وياه وشوف شنو غديروا ليا وجيبوا ليا خدامه. كي غديروا ماما حتى ندبروا لك على هاد الخدامه. صبري شويه راه دابا بابا يجيبها لك. ايوا راه صبرت قاده عييت ما نصبر. واه حمل الدار كله على كتافي ياك لاباس. والله ماما تا كنبغي نعاونك ولكن انت اللي ما علمتيني والو. ياكي هذا وجهك ولا قفاك ياكي يا الفنيانه. ياك نقول لك ديما فين ما تجي عندنا شي خدامه تبعها نقول منها الشغل كتقول لي لا قرايتي مستقبلي. ايوا ها قرايتك مستقبلك انت دابا ما عرفتي ما دير. صافي ماما صافي ما تكوني غير على خاطرك. ياك بغيتي غير الخدامه حنا غنجيبوها لك. دابا انا جيت بغيت نهضر معاك في هضره اخرى. يقول لك وي شويك انت بعد مني عافاك. راه بغيتك تعرفي شنو باغي يدير ولدك خالد. مال ولدي خالد ماله هو في عار الله وملك الرحمن ماله شنو بغا يدير ماله. انا لا بيني وبينك اها قال لك راه طالع عقله وكيفكر باغي يتزوج. باغي يتزوج خالد باغي يتزوج. ويلي 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 انت فعر الله وملائكة الرحمن خمسة فيك وكبرتي يا خالد وليتي راجل وبغيتي تزوج. ويلي ويلي عرفتي يا سناء عرفتي بيني وبينك النهار كله وقلبي مقبوط عليا ودابا ملي قلتي لي هاد الخبر تفاجأت عليا. وقل لي بمن بغا يتزوج؟ بغا يتزوج بليلى صاحبتي. ليلى؟ ليلى ديالنا صاحبتك؟ ايه. ويلي 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 ولد امو كيعرف يختار خمسه فيه خمسه فيه خمسه فيه. ايوا ليلى زوينه ما عندي ما نقول وغزيوله وبنت عائله. ايوا سمعني. ايوا شنو دابا؟ نمشي نهضر معاها ونقول لها هادشي؟ اييه هو الاول. شوف هضر معاها وسبحان الله الا شتي هكا تبربص هكا ولا هكا صيفطها لي انا نهضر معاها. صافي انا غدا نمشي لعندها ونقنعها. لا ما مدى بيا حتى من اليوم تمشي لعندها قبل ما يرجع في كلامه ويتطلق على باعه ويمشي لقطنا شي مرض من هاد الامراض دابا اللي كيدوروا. صافي يا ماما غير كوني هانيه هاد المهمه خليها لي انا. ما تكوني انت يا سناء يجيب لك الله شي ولد معقول وولد الحلال وولد عائله اللي يتزوج بك واخا ما كتعرفي ديري والو. ربي يهدي يا ماما. ياك دابا تهضرتي معايا؟ راني عيطت لها في البورطابل بقى غير انت خاصك كيفاش تهضر معاها. وشنو قلتي لها؟ قلت لها باللي خدمتي ودرتي عقلك. واش جاوبتك؟ ايوا قالت لك دابا ملي خدم حاجه اخرى. ياك دابا غادي تجي ياك؟ خلاص دير عقلك هاهي جاي. عرفت مالي اختي وليت غير كنشوفها كنحس راسي كنزعزع. وتبت تبت واه شويه هاهي غتسمعني. سلام سلام لاباس الحمد لله. لاباس لاباس عليك. لاباس ربي يخليك. انا دايره لاباس بخير صافي كيدير الدار بخير. بلاصه تفضل. ايوا كيدايره؟ الحمد لله. ما عندي ما نسالك جيتي في الوقت. اش نتشرب؟ واخا غير نرتاح شي شويه. ايوا توا قبل هادشي بغيت نشكرك انا اختي سناء على هاد المسيره. لا لا حشومه تقول هاد الهضره سناء راه اختي باش نرفضلها اي طلب. ربي يخليك لهنا يخطيك عليا. اوي ارتاحيتي دابا ياك؟ واش نشرب؟ والله تلبسوها خدوها لي معاكم. دونك جوج عصير وشي قهوه اختي بحال هكا. الله يعطيك العافيه. ودابا بلا ما نضيعو في الوقت كنظن بلي سناء هضرات معاك. ايه هضرات معايا. هو قال لك لالا راه كيحشم. وعلاش غادي نحشم؟ شنو الرد ديالك دابا؟ ايوا دابا ملي وليتي خدام مع باك ودرتي عقلك ما بقى عندي ما نقول. لا لا ليلى غير كوني هانيه شفتي خالد راه تبدل ما بقاش كيف اللي كان.
وسيدي على سلامتك هكذا بغيناك تكون. ايوا نسيتك، راه المهم عجبهم بزاف كيتسناو غير الرد ديالك. ايوا في الحقيقه ما عرفت ما نقول. لولا ليلى وافقتي حنا غنقرروا النهار اللي غنجيو نخطبوك فيه. وسيدي اللي درتو نتوما فيه الخير. غير سناء تجيني عند الوالدة باش تحدد معها شي موعد. غير كوني هانية، أنا من الله يكمل بخير. سناء وارجع الله يا بنيتي، العطلة هذي حطك الكتاب من يدك بركة من القراية ونوضخ دخل الكوزينة وخذ لك شي كتيب من هادوك ديال الطبخ وسمعي لنا شي حويجة من شغل يديك. واخا ماما واخا، غير نسالي هاد المجلة ونوض. لا حول ولا قوه. ولي هذا باك جا ماما الفين وش يرجع في هاد الوقيته؟ يقدر يكون نسى شي حاجه. زيد 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 خذ. ياك لاباس اسيدي، شنو جاي دير عندي انت وجدرتك؟ ياك فلوسك خديتيهم؟ بصراحه انت ديما كتلقيني بكلام كلام قبيح. انا ما بغيتش نجيب هنا غير الحاج الله يهديه قال لك عاود الدار نتفاهم. تهدلو قول لي هذاك الشيء اللي قلتي لي في الحبس. اش عنده ما يقول لي؟ اش بيني وبينه؟ اش عنده ما يقول لي؟ عرفتو جا رغبني على بنته باش رجعت تخدم عندي وما لا رجعت. بارك الله فيك وسمعي اش غادي يقول لك وعاد تكلم. ايه وقيلا ما كيبان لي ما في راسك ما تعاودي على الفعل اللي دار ولدك. تولد من عينك مال ولدي هو في عرض ما دار والو. شنو دار؟ ايوا هادشي اللي دار ولدك راه خاصو عليه الحبس. الحبس تدخلو انت ان شاء الله. الحاجة معليش الشيطان وسمعي شنو باغي يقول. شنو دار ولدك؟ ياك المكي ياك مأيدو فريو تابعو. ايوا بغيت تعرفي لا شنو دار ولدك؟ راه تكربص لي على بنتي وضيع ليها شرفها. شنو شنو اش كتقول؟ كي كتسمعي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايوا 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 سدي خالد ولد القاع والباع غايديها بنتك انت. ماما ماما خلي بعدا غير يقولي لنا شنو وقع. سكتنتي شعنده ما يقول راه غير كيخربق. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شوف السي الحاج انا راه كندوي مع الرجالة ما كندويش مع العيالات. اما تعطيني حقي يا اما غناخذو بيديا. ياك هاجم علينا في قلب دارنا وباغي تضربنا كتعرفش كيقول على الهاجم كيموت شراه. ياك عرفتي راه ماشي حماق انا راه عايق راه كاين مخزن في البلاد. عويشة اجي لهنا قولي لنا شنو وقع. عيطوا لخوك هو اللي يعاود لكم شنو دار ولا دار زبلته وهرب. هادشي اللي وقع ليا كيف ديك الليلة اللي داني البيت صاحبو. قلت هكا ماما انا كنت حاسه ديك الليلة وقعت شي حاجة. سكت سكت انت الله يغصبك حيانا على ديك النفعة. ايوا لاله كيبان لك هادشي ساهل من ولا نلوحو عليه الباطل. راه كاين الطبيب وكاين المخزن وكاين القانون. اشوف اسيدي واش وصلنا معاك حتى لهاد الدرجه نعرف الحقيقه وديك الساعه كل اللي بغى يكون. ايوا سيدي بغيت تعرف الحقيقه ها السيرتيفيكا ديال الطبيب هاي. هذيك الشهاده المزوره سير علقها في ودنيك. شحال بغيتي نجيب لك منها؟ ايام ياتين اليوم كلشي كيتباع ويتشرى بالفلوس. انا راه ما كندويش مع العيالات انا كندوي مع الرجال. انت راه ما كندويش معاك. اماما اماما خلينا نحلوا هاد المشكل بالعقل. سمعني سمعني مزيان هاد الكلام اللي قلتي وديك الشهاده اللي في يدك والكلام اللي كانت بنتك حنا ما كنتيقوش به ضيانيك. والله انا ما خارج من هنا على ما جاو الجدارمية. اسي دريس تهدى الله يخليك. سكت انت الله يخصمك. ما تخرج علينا ولا نعيط لك البوليس. المكي انت اللي جبتي انت اللي تخرج. شوف والله وما خرج عليا حتى ندير صباعي في ودني ونغوت ونعيط ويكويك عباد الله ونكتب عليه الروح. بلا روح. اسمع اسي الجماع قلعه وضيانيك. انا غادي خارج غير رجع ومعايا الجدارمية. زيد لهنا بلاد ايوا شري طوالت. علم الله دابا فين غادي يكونوا مشاو. عندك يكونوا مشاو عند البوليس. الله يهديك يا هاد المرأة. واش البوليس ما عنده شغل غير هو؟ وعلى ما سمعتيهمش اش كانوا كيقولوا؟ واش نوجدهم ما يعملوا؟ غادي يمشيو يشوفوا شي محامي. محامي؟ اويلي استغفر الله العظيم. هي غيدعيونا. غادي يدعي ولدك بوحدو. هما الولدي اش دار؟ اش دار كاع في ملك الله؟ اشنو دار كاع؟ شكون عارف؟ على هاد البنت غير غاتجي وغادي تطيح عليه الباطل. اش من باطل الله هذيك؟ هذيك راه كدابة طيحت الشهر شافت الولد بضعة بغات تطيح عليه الباطل. الله أعلم.
المكي ها هو المكي. اسمعني مزيان، ولدي في مشكله وخصنا نوقفوا معاه. واش غنديروا له؟ نخطبوا له. شنو نخطبوا له؟ ايه نخطبوا له باش نتهناو من القيل والقال. ياك وشكون هاد البنت اللي غتقبل بداك الزين الولاد اللي عندك اللي ما منوش؟ ومالو كيجاك ولد غزال وسيد غزلان والبنات كلهم كيحماقوا عليه وبلا شي. البنت راه هي كاينه ليلى صاحبة سناء. الله يهديك يا هاد المرأة. واش عرفتي ديك البنت بنت من؟ شكون باها وشكون امها وعائلتها شكون؟ وحنا كيجينا كمولاي تا حنا عرفتينا شكون حنا، وانت شكون انت وانا شكون انا، تا حنا بنات القاع والباع والشمعه من دراع. ايوا مالك ومنين؟ ويا قلتي قابله موافقه، وكنا كنساينو غير المناسبه باش نقولوها لك ونمشيو نخطبوها، والمناسبه هي جات. يا لالا تسليم تسليم، هادشي كله مطوي عليه وانا ما في بالي ما نعمل. ايوا راه هادو هما العيالات اللي كيعرفوا ما يديروا، ماشي شغل الرجال. غنقول لك ديري اللي بغيتي، انا ما بقيت كنعرف والو، ما بقيت لا كنعرف لا ما نقدم ولا ما نوخر. على عاد اليوم ميسا خويا ليك ازاتها كثرت الهم كتضحك. سيدي قدامي هاد المصيبه تجرب لي كحاتي ليا وجهي وسط القبيله. زيدي خضره اش درتو معاهم؟ اش غنديرو معاهم؟ ما عندنا ما نديرو معاهم. اويلي انت جاتي بنتك خاويه تما تقدم لهم لحق لاباطلهم. الباطل الكبيره ديال بنتك ما كانش تخرج معاه. ايوا سيدي اللي عطا الله عطاه، هو يضحك عليها ويفلت منهم. بنتك عارفه اش كدير، كبرات هذيك الساعه اللي غادي بها الدار تعرف انها غتوقع شي مصيبه. ومالك سيدي ما دعيتيه؟ انا من تما جاي ما خليت من صدي، نفعني غير السي حسن ولد الحاج المختار الله يذكره بخير، هو اللي نفعني وراني الوجوه صحاب المخزن. وما كان هو والله ما نعرف لا ما نقدم ولا نوخر. الله يا ربي الله الله يا ربي الله، دعيتو لله دعيتو ليك تاخذ فيه الحق. يا هاد المراه هاد هضر عندك راه سيده ناقصه، غتشوف السي حسن واش غيدير معاهم باش ما تخرجش القضيه خاويه وطيح يدينا في التراب. الله يا ربي واش غادي نقول للناس؟ تبارك عليا من تنوح وزمي داك درقوم عندك هاد المصيبه. هاد المصيبه انت اللي سبب فيها. انت مالي انا اش درت؟ انا اش درتي؟ ما عرفتي سيدي اش درتي؟ انت اللي بغيتي بنتك تخدم في الديوع. إذا ما خدمت هي على خوتها اش غياكلوا؟ ويلي يا عباد الله، ويلي يا عباد الله، واش انت هذاك اللي جا عندك ولا كفاك؟ انت ما عرفتش دير، تعني عليك سافك وخرجت الثمر. مالي انا لقيت الخدمه وما خدمتش؟ ما لقيتيش؟ على ما كيفاش ما لقيتيش؟ على ما تعرفش تحرك الارض وتفلح كيفك كيف عباد الله؟ ولا عجملت تدعي بنتك عند الناس يضحكوا عليها الشمعيت؟ هاد الهضره مالك ما قلتيها شحال من عام هاد؟ يلا عبادك قدامة. ويلي يا عباد الله قال لك مالي ما قلتها؟ وعلى انت كنت تخليني نهضر؟ يبقى في ما كنت كنغوت ولا نكرس كنت كدور فيا؟ دعيتك لله دعيتك لله هو ياخذ فيك الحق. وتبكي وتبكي قدام ان شاء الله. حرام عليك امي اللي فيا يكفيني. احياني يا عباد الله. علاش ما مشيتش انا وياك عندهم ونتفاهموا انا وياك معاهم؟ حياني يا عباد الله، شتي هادوك ما يكونوا غير هربوا ولدهم لشي بلاد. عندهم فين هربوا؟ باغيين يخطبوا لي صاحبي تختو. هاوي انت عارفه هادشي كانوا دايرين هاك دراسك المسخوطه؟ ها؟ تمشي للمدينه، علاش غتمشي دير ليا في هاد المدينه؟ علاش باغي دير ليا في هاد المدينه؟ غتعطيني الفلوس وانت غتشوفي. ويلي يا عباد الله. دابا عاد تهنيت، هذا مسمار طرقناه. الله يهديك انا لا دوش الله يهديك، انا على هاد الزربه غادي نخطبو حتى نسينا شنو دينا وشنو خلينا. شوف داكشي اللي خليناه حتى المره اخرى وغادي نديوه، الحمد لله اللي غير عطاونا البنت قبله. ومن على هاد الزربه اللي درتو من على هاد؟ ايوا وشنا سيدي مولاي، بغيتي نبقاو راه خير راسنا حتى تجي الخدامه بالحجه في يديها وتدي ليا الولد؟ بالصراحه الا كان داكشي اللي قالت معقول خصو يتزوج بها ويسترها. اوي استغفر الله العظيم، اويلي واش باغي تطيح ليا النقطه؟ ولدي انا خالد يتزوج من خدامه؟
يا لالا خدوج يا لالا دوجا معليش الشيطان راه كيف حنا عزيز علينا ولدنا راه حتى ما عزيز عليهم بنتهم ياك بقات فيك الخدامه ولدك ما بقاش فيك يهديك الله يا لالا دوجا ما تكونيش هيك تظلمي راه حنا واقيله ربما ظلمي ديك البنت مسكينه دابا اللي عت الله عطاه راه غير كتطبل في الماء حتى يقصح مشينا وخطبنا وسالينا وجاب ربي التيسير دابا هاد الهضره اللي كتقول غير زايده وإلا جيتي للصراحه انا ديك الخطبه غير ورطتيني فيها انا الظلم ما كنبغيش شوف المكي شتي ولدي ما يتزوجش شي بالخدامه واخا تنطبق السما على الماء واش نقول لك واحد الكلمه ما تقول لي ما نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا صباح الخير صباح الخير كيداير اختي صباح الخير تبارك الله فيك يا ولا لا ما عندي ما نسالك جيت في الوقت هو هذاك لا لا كيبان لي باقي مشغول كنا تقصي شي شويه لا لا راه هو هذاك الواد محطوط في الحانوت يلاه نتحرك ويلا راه حتى انا خصني نرجع كري للدار اقول لي كيداير مع شي توجهات كيداير الحمد لله طلعت لك حالك كتجد في الحلاوه مساء الخير انا مهضره باش نتهنى طيب شويه على علاش ياك لالا حنا مخطوبين والدي الخطوبه عنده ما كتعني والو شوف الا كان على طريق الصداق انا من غدا نجي وحنا علاش نبقاو نطولوا في هذه الخطوبه انا ليلى بغيت ديك شي عرس ما دايرش على داك شي معطل ويلا طلع معايا للدار تسلم على ماما وبابا خليها من الاخر ماشي دابا دابا غايقول لي وقتاش غنشوفك غدا في الربعه في ديك القيوان نيت ما يمكنناش نبدلوها وفين غادي نمشيو شنو بالك الا مشينا عند واحد صاحبي وغادي نمشيو عند صاحبك ولا مناسبه غنمشيو باش نتذكروا على خاطرنا لا لا ما جاتش شوف غنمشيو باش نتذكروا على خاطرنا ونتذكروا صاحبنا ماشي بحال ديك القهوه كاع عباد الله كتحنزز فينا ايوا نفكر ونجاوبك هذا باغي يقول لي ما دايرش فيا الثقه وصافي لا دايره فيك الثقه ولكن ما كاين بو ولكن صافي ومالك ضايا تقلقتي وانت معلوم تدري ديما الحوايج اللي كيقلقوني هو صافي سيدي ما يكون اي خاطرك غدا نمشي معاك فين ما بغيتي ما يلا ضحك ايوا هكا هكا نبغيك يلا يلا باي باي ايوا سيتيني يلا سلام على السلامة عويشة اش كدير هنا جيتي لالا باغا ندوي معاك وفين كنتي غابرة ما قالوا لك والله قالوا لي بلي وليتي خدامه فشي دار اخرى على وديت السما بغاش يزيدوك الشر يا والله ياخد فيهم الحق شو مع عويشه واش ما عرفتيش بلي وليت خطيبت خالد فباسي لالا وداك الشيء علاش جيت ندوي معاك وياك لاباس باغي نعاود لك شي حاجه وهاكي عاونيني ويلا نطلعوا للدار واحكي لي اهلا صباح صباح بخير الحمد لله هانيه هانيه ها واش كتعاود؟ ايوا تبارك الله على السي خالد واغبور هادي اخويا غير مع الوقت والله العظيم الا ديما كنسول عليك الدراري مع الوقت قالوا لي بلي خطبتي دغيا وصلوها لك البرقاقه اشنو زعما بغيتي المعقول اسيدي داك المعقول خلينا لك انت وهاد الخطوبه هادي دابا خلينا مع هادشي هذا كله قول لي عندك السارو ديال الدار بغيتي بغيت خدام شي نريح فيها شويه تريح فيه شويه العفيريت راك عارف مره كنبغي شويه نفوج مع راسي واخ
اسفرت وليني بلا صداع. عمر واش عمر جا شي حد شكا مني؟ لا لا ولا داي قضيه بات فيه كاع. انا غادي نمشي من بات في الدار الوالده عيان شي شويه. واسيدي ما يكون عنده بس. لا ما كاين بس. انا مشيت ابا عمر هادوما ان شاء الله هادوما. شت لك شي قهوه بعدا؟ لا مره اخرى دابا شي ناس كيتسناوني. شوف اصاحبي مره اخرى ابا عمر. الي هادوما مرسي. اش هاد الكلام كتقولي؟ واش كتهضري بالمعقول؟ هادشي اللي قلت لك هو اللي كاين وانا والله حتى مظلومه ربي شاهد عليا. وعندك شي دليل على هادشي اللي قلتي؟ عندي شهاده طبيه اللي داليا با داك النهار بالحق. عندي ربي اللي كيشوف. انت لا 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 بغيتي تثقي بيا تثقي ربي اللي عالم. وعلاش جيتي كتقولي لي هاد الهضره؟ صدف وجهي البيبان وما عرفت شنو ندير. قلت نجي عندك ومنها تعرفي حقيقة خالد وتحدي راسك منه. ولا كان عندك شي حل حتى انا ما نكرهش. ما يمكنش كان طبعت وما عرفتوش على حقيقته. حتى انا ما بغيتش اختي تجيب لك المشاكل ولكن خصك تحدي راسك منه. بالعكس هاد الهضره هي اللي فيقتني من القلبه. خصك تنشوفك غدا في الربعه في ديك القهوه نيت. ميمكنناش نبدلوها. وفين غادي نمشيو؟ شنو بالك الا مشينا عند واحد صاحبي؟ بغيت ديني حتى انا للدار باش انسان ما عنده ضمير. وشوف انا كيف تقت فيه. وغادي نمشيو عند صاحبك بلا مناسبه. غنمشيو باش نتذكرو على خاطرنا. لا لا ما جاتش. شوف غنمشيو باش نبزو على خاطرنا ونتذكرو في راحتنا. وهي كتثقي فيه كي تقت فيه انا. يلاه يضحك عليك. ماشي بحال داك القهوة كاع عباد الله كتحنزز فينا. ايوا نفكر ونجاوبك. وهي ما بقيتيش دايره فيها الثقة وصف. لا خالد عندي فيك الثقة ولكن ما كاين ولكن. بلاتي بلاتي عرفتي شنو؟ غادي نمشي معاه للدار كيما اتفقنا. هادشي كاع اللي قلت لك وباغي تمشي معاه. سمعيني بعدا اش غنقول لك. غادي تمشي تعلمي عائلته وخلطوا عليا مع الربعة. احيانا اختي ما غاديش يثقوا بيا. انا انت ما عارفاهمش. ما عليناش انا غادي نقوم بكل شيء. انت خلطي عليا مع الربعة باش تشوفي كل شيء قدام عينك. ايوا واخا لالا. هادي دار صاحبك؟ هي هادي. كي جاتك؟ زوينة ساكن فيها بوحدو. قولي لي بعداك كي جاك الديكور؟ تبارك الله عليه عنده الذوق. واه جلسي بعداك ما تبقاش واقف. ندير لك الموسيقى؟ لا لا بلاش. سمحي لي بعداك ما قلتلكش شنو تشرب. عصير ولا ندير لك قهوة؟ بلا ما تعد براسك ماشي ضروري. الفو تشربي شي حاجة ماشي مجيتك هادي. إوا ولكن ضروري جيب لي عصير. هو الأول. دار صاحبي ومشي تقنشي واشرب. اجي بعدا قول ليا فيه السكر؟ لا ما فيهش.
وانا كيعجبني نشرب واحد العوجب ديال السكر. واخا لالا هو الاول. هانتي ها هو لالا. شكرا. ايوا اشرب. ايوا اشرب حتى انت معايا. علاش كلك يرد على الاخر؟ انا ولا انت؟ عرض عليا ونعرض عليك على احنا بيناتنا. يلا اشرب معايا. عندي واشربي. قلت لي سنة وليتي خدام مع باك في الحانوت وليتي كتفيق في الصباح بكري. أسيدي وليتي انت مرشي وصافي. ونزيدك كان فيق في الصباح قبل منه وبعد خطرات كنحل قبل ما يجي هو. بارك الله عليك هكا كنبغيك. كازين نجلس معك شوي. ما تراسي كيضرني معه. مالك خالد؟ ما عرفت كنحس راسي تقايت يدي ما عرفت اش وقع لك. كملي 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 هذيك ديال كملي. انا كنشوف خالد مالك اش وقع؟ خالد 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 اش وقع لك؟ باينه وما هاتو اللي جاو. خلي خلي خالتي تشوفي الفعايل ديال ولدك. خالد خالد الحبيب ديالي مالك واش وقع له؟ ما وقع له والو راه غير ضايع دابا يفيق. راه هادشي اللي وقع له ماما راه هو اللي وقع على عويشه مسكينه. كيما ضحك عليها بغى يضحك على ليلى بالحق. هاد المره هي اللي ضحكات عليه. ها انت باش تشوف كلشي بعينيكم الا تسحبوني كذبت. اماما اماما راه ما كاينش اللي خرج على قد الفشوش ديالك. سقط انت الله يغصبك. غير انت ديما رافضه ضد مع خاك بحال عم الله. شنو عندك معاه؟ واشنو بغيتيه يبقى يتكرفس على بنات الناس؟ بدا بعويشه وبغى يكملها بليلى ولا عارف الله شكون بغى يزيد اخر. اويلي استغفر الله العظيم. اجي وتشوفوا معنا يا ناس ما يجرى في ديور الناس. شي في الراحة مهني وشي في الهم يغني أشرار